فعلا هو اليوم احنا في المدرسة الابتدائية المجذوب من عمات العمرية، أين تنتظم قافلة صحية مجانية تنظمها جمعية راتب الخيرية في اختصاصات معناها طبية متنوعة، وتلتئم هذه القافلة تحت شعار العزة لغزة والنصر لفلسطين. اختصاصات طبية متنوعة، هناك طب العيون، هناك طب العام، طب النساء، طب الأطفال، الكشف والتقصي المبكر لسرطان الثدي، أمراض الضغط السكري وارتفاع ضغط الدم، كذلك ثم الطب النفسي، ثم كذلك الخيان في الجمعية جابوا كميات محترمة من الأدوية. لما مهمة دائما وأبدا نكون إلى جانب أهالينا وإلى جانب معناها في خدمة الشأن العام، موجودين للإشراف وللمشاركة في فعاليات هذه القافلة الصحية. كما أنت قلت زبير، منذ شهر كانت كذلك التأمت معنا قافلة صحية في المستوصف الجرين من عمات تشبيك المركز، وكذلك نتطلع بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والأمن البشري، الديوان كذلك هو شريك معنا اليوم في هذه القافلة، نتطلع لتنظيم قافلة صحية ربما تكون في منطقة بسالم حول مرض الكبد. مهم جدا أن نكون في الخط الأول، المس معناها العديد من المواطنين، وكذلك معناها الوقوف إلى جانبهم، خاصة تعرف معناها هناك العديد معناها من الأهالي اللي تعوزهم معناها التنقل، سواء القدرة المادية والقدرة البشرية والقدرة المادية. فالقافلة كي تجي معناها للمنطقة تشاع وتأدي واجبها، وتعرف معناها الرهان على الصحة رهان معناها وطني، وإن شاء الله معناها تكلل بالنجاح أعمال هذه القافلة. هذه القافلة الصحية جت بالشراكة مع جمعية راتب الخيرية اللي دعات الديوان الوطني للأسرة والعمر البشري باش يشاركها في القافلة الصحية المتعددة الاختصاصات بمنطقة المجذوب. وفي احنا كل ما هو يقدم ويقرب الخدمات الصحية لمواطنينا بجهة القيروان إلا ونكونوا نشاركوا وندعموا. هذا شاركنا بالوحدة الصحية المتنقلة للديوان وبفريق آخر لتقديم الخدمات الصحة الإنجابية بما في فيها الكشف على السرطانات الأنثوية، الصدر، على سرطانات الثدي وعنق الرحم، وكذلك تقديم الخدمات تنظيم العائلة ومراقبة الحمل والكشف بالصداء. هذا اللي شاركنا به اليوم في القافلة متعددة الاختصاصات، وشفناها وفما إن شاء الله إقبال به للمواطنين بمنطقة المجذوب من معتمدي تشبيك. جمعية كان لها قبل قافلة صحية لولاية القيروان هذه المرة ثانية، كانت في معتمدية العلاء منذ سنوات، وهذه المرة الثانية نتشرفوا باش نوصلوا للمنطقة هذه. فهالعمل الإنساني هذا، القافلة هذه متعددة الاختصاصات، طب عام، طب نساء، طب الشرايين، طب القلب والشرايين، طب الأسنان، الطب النفسي، متعددة الاختصاصات، فعلا فيها 15 دكتور. العزة للعزة والنصرة. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام.